حاضر خمسة. هنكمل حاجات لها علاقة بال functions بتاعت proximal ايه بقى الحاجة اللي هي متعلقة بيها؟ مثلا احنا قلنا proximal تقول بتعمل مين اللي بتعمل reabsorption function اللي احنا قعدنا نشرحها كتيرة قلنا 12 مادة طبعا اهمها يا جماعة مين؟ الصوديوم ده الصوديوم ده هو الاساس هو اللي بيحصل له reabsorption ويسحب وراه بقى المية وراه الكلورايد بوتاسيوم هو يمشي ورا الكلورايد احيانا وهو بيعدي يسحب معاه جلوكوز يسحب معاه امينو اسيد امينو اسيد بايكربونات الفوسفيد واللاكتيد اللي بنسميها حاجه اسمها سيمبورت وهو برضو بيعدي بيطلع هيدروجين بنعمل ابزوربشن للبايكربونات يعني البروكسيمال مهمه جدا وقلنا ما فيش تاثير للاردوسترون على الصوديوم ريابزوربشن خلاص والووتر كمان يعني نسبه الووتر نسبه الصوديوم اللي بيحصل له ابزوربشن البروكسيمال قلنا 65% او 67% دي ملهاش علاقه لا بالاردوسترون ولا بانتي دايوريتكس بالنسبه للووتر طيب عظيم الحاجات ده يا جماعه اللي حصل لها ري ابزوربشن انا عايزها تروح لمين تروح للبيري توبولار كابيلاريز عايزين نشوف بقى هنا بقى في الرسمه دي اللي هي صفحه رقم 13 بوضح لك دي مثلا دي يا جماعه اللي هي التوبولار سيل هي التوبولار سيل ده اللي هو التوبولار ليومن ده اللي هو الانترستيشن الشيل فلو طيب دي اللي هي البيري توبولار كابيلاري هنا انا بقول لك مثلا سي ان في ماده حصل لها ابزوربشن طيب بعد ما حصل لها ابزوربشن من مين؟ من التوبولار ليومن ووصلت لمين؟ للانترشيب ازاي بقى هتروح لمين؟ البيري توبولار كابيلاري اللي هي بعد كده المفروض تردها تاني بقى للجسم للبلاد تاني عن طريق اللي هو الفينوس بلاد اللي هو الرينال فين ماشي ازاي بيحصل بقى عمليه ري ابزوربشن او بمعنى تاني او معنى تاني يعني هل طبعا اي ده اسمها حتى كمان اسمها كابيلاري بيري توبولار كابيلاري اي كابيلاري يا جماعه فيها عمليتين عمليه فلتريشن وعمليه ابزوربشن فلتريشن ومين؟ ابزوربشن احنا عايزين نشوف هنا الكابيلاريز دي ايه الفورس اللي اكتر الفورس بتاع الفلتريشن ولا الفورس بتاع الريابزوربشن طبعا لوجيك بالمنطق لا انا عايز دي اصلا مينلي بتعمل عشان تعمل ريابزوربشن يبقى لازم الفورسز اللي هي مسؤوله عن الريابزوربشن تبقى اكتر من الفورسز المسؤوله عن مين؟ سكريشن عكس مين بقى؟ مش مصحصح معايا عكس الجلوميرولر كابيلاري دي كانت فلتريشن انا عايز الفلتريشن يكون اكبر من الري فورسز تبقى اكتر من مين؟ من الري ابزوربشن او من القوى المعاكسه ماشي طيب انت دايما برضو اعرف دايما في اي كابيلاري بيبقى اللي هي بالنسبه للفورسز هما حاجتين حاجه اسمها الهيدروستاتيك كابيلاري بريشر وحاجه اسمها كولويد اوزموتيك مين دولت قاعدين فين؟ قاعدين جوه كابيلاري بره كابيلاري في الانترستيشن فلويد برضه بتلاقي فيه اتنين فورسز برضه زيهم برضه بس هيبقى الاسم مختلف يعني بدل ما اقول كابيلاري هيدروستاتيك بريشر هقول انترستيشن بدل ما اقول كولويد اوزموتيك بريشر او بلازما كولويد اقول لا انترستيشن كولويد اوزموتيك مين بريشر ودايما الاتنين فورسز العكس بعض ساعات بيمشوا مع بعض يعني ازاي؟ يعني الكولويد مثلا عشان افهمها هنا بلازما
كولويد اوزموتيك بريشر. دي يا جماعه كام؟ دي 32 ملم. واحد يقول لي لا الرقم ما اختلفش، ما البلازما بروتين يا جماعه، البلازما بروتين اللي موجوده في الجلومرولار كابيلاري هي البلازما بروتين اللي موجوده في البيريتوبولار كابيلاري. عشان كده كان دي كان البلازما بروتين بتخلق هناك كولويد اوزموتيك بريشر 32. هنا برضو كام؟ 32. طيب ده قلنا مسؤول عن مين؟ مسؤول عن حاجه فورس انها تعمل مين؟ reabsorption. مين اللي يساعد بقى في العمليه reabsorption؟ الهيدروستاتيك بريشر بقى اللي هنا في الانترستيشن، لان اي هيدروستاتيك بريشر في اي ناحيه بيعمل بوش للفلويد، بيزق الفلويد للناحيه الاخرى. فمين بقى اللي هيساعد ده يبقى ماشي مع الكولويد؟ اللي هو مين؟ الهيدروستاتيك بريشر. انترستيشن هيدروستاتيك بريشر. استيشن نكتبها فوق احسن عشان تبقى ظريفه. الانترستيشن هيدروستاتيك بريشر. الانترستيشن هيدروستاتيك بريشر هي حوالي تقريبا 6 ملم. ده بيعمل ايه بقى؟ ده برضه بيدفع الفلويد الناحيه دي. يعني ماشي مع مين؟ ماشي مع الابزوربشن. مش مع مين؟ مع الابزوربشن. اجمع بقى الاثنين دول مع بعض يبقى دي فورس مسؤوله عن الابزوربشن. هي كام بقى؟ 32 و6 كام؟ 38 ملم. طيب ايه بقى ايه الفورس اللي هي بقى انتاجونايز او انتاجونيستك يعني عكس؟ هتلاقي قلت اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. الكابيلاري كابيلاري هيدروستاتيك مين بريشر اللي هو كان هنا بقى يا جماعه؟ قال لك هنا حوالي 13 ملم. ده بيزق بوش باجي بقى عند نقطه معينه. ليه اشمعنى ليه البريشر ده واطي؟ البريشر ده يا جماعه قليل. البريشر ده اللي هو الهيدروستاتيك الكابيلاري بريشر كان في الجلوميرولار 60، هنا كام؟ 13. واحد يقول لي طب ليه قل؟ عشان الفلو اقل. شاطر ماشي انت خمنتي كويس. يعني قلت ايه؟ ما هو يا جماعه مش الضغط ده الفلويد اللي هنا، ما الفلويد ده هو اللي عامل هيدروستاتيك مين؟ بريشر. ما هو اصلا كان جاي هنا لو تتخيل معايا طالع من الاورطه الافرنت ارتيريول. ها الافرنت ارتيريول وبعد كده جلوميرولار كابيلاري وبعد كده الافرنت ارتيريول وبعد كده مين؟ البريتيبولار كابيلاريز طيب هنا حصل فلتريشن اللي هو شيف طيب فقل يعني الفول كميه كبيره من السائل حصل لها مين؟ فلتريشن. فبالتالي بيقل حجم الفلويد اللي هيروح لل هيكون اقل ماشي. فالضغط يكون اقل دي يعني دي ده عامل يعني اصوات ثانيه هيسال سؤال محرج يقول لي طب مش ده حصل له فلتريشن حصل له ريابزوربشن. طيب عظيم. طيب هيقول لي لا دي مش مقنعه شويه. عظيم فعلا مش مقنعه. تعالى بقى اقنعك اكتر. فاكرين لما قلنا يا جماعه ان يبقى في ضيق كونستريكشن ضغط قبليه عالي لو اب ستريم وبعديه داون ستريم اقل يبقى واطي. فما بين الجلومرولار كابيلاري والبيريتوبولار في الايفرنت ضيق ارتيريو والايفرنت ارتيريو ده بيبقى ضيق مقارنه بالافرنت. فبالتالي ايه؟ يعلي الجلومرولار ويقل البيريتوبولار. شاطره برافو. يعلي في الابلمنو فعشان كده الضغط ده ايه؟ واطي يعني رقم قليل. وده يمشي لصالح مين؟ ده يمشي لصالح الابزوربشن. يمشي لصالح مين؟ الابزوربشن. طيب مين تاني اللي يعمل يعني مين اللي يبقى يعني عكس الابزوربشن اللي هو مين؟ الانترستيشيال. لو في بروتين هنا مثلا انترستيشيال كولويد اوزموتيك بريشر. الانترستيشيال بقى كولويد بريشر بيبقى حوالي 15 حوالي كام؟ 15 مليمتر مليمتر الشيشي. اجمع بقى معايا يعني انت عندك في اثنين فورسز كانوا بيعملوا ابزوربشن في اثنين فورسز هم انتاجونيستك مضاد ماشي. طيب 13 و 15 كام؟ 28
خلاص بس سهل خالص. هو يبقى انت عندك 38 ملم من الكالسيوم ريابسوربشن ضدهم 28. يبقى الفرق كام؟ 11 10. ده مش عايز فرقه كامله 10. يبقى النت هنا بقى ما هوش بقى النت فلتريشن بريشر هقول النت ابزوربشن مين بريشر النت ابزوربشن هيطلع 10 والله. زي هناك برضو كان النت فلتريشن كام؟ 10. او سهلة ولا سهلة ما فيش حاجه خالص. ماشي نروح بعد كده لل هنلاقي فيه برضو حته جميله جدا بنجيبها احيانا في الام اس كيو بتبقى سهله. سؤال سهل طبيعي اسمه حاجه اسمها جلوميرولو توبولار بالانس. جلوميرولو اياك تتلخبط. دي حاجه اسمها توبولو جلوميرولار فيدباك. توبولو جلوميرولار فيدباك دي اللي احنا كنا بناخدها اللي كانت تعمل ريجوليشن دي الرينال بلاد فلو. ده موضوع تاني خلاص. لكن هنا يا جماعه دي اسمها ايه بقى؟ اعكسها بقى جلوميرولار توبولار بالانس.